أستاذ طلال من فلسطين، اتفضل يا فندم. بحكي له عني. أستاذ طلال ايوه، اتفضل يا فندم، انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم كيف السلام حالك ورحمة يا الله شيخ وبركاته. عصام؟ احنا دائما بنتابع يعني حلقاتك الرائعه، جزاك الله كل خير. هناك رجل من الجزائر يسمى رشيد عيسى يروي في إحدى محاضراته أنه رافق الشيخ سيدنا الشيخ يوسف القرضاوي وأفتى له باختصار بجواز حكم المتعة، زواج المتعة للشباب المسلم المغترب في الغرب. فهل هذا الكلام دقيق وصحيح؟ وما تعليقكم على ذلك؟ حاضر يا فندم، شكر الله لكم وإياكم، جزاكم الله خير. هو بيقول أن هناك رجل محاضر اسمه رشيد عيسى، هذا الرجل يتحدث في محاضراته أنه رافق فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. رافقه فين؟ أنا أول مرة أسمع الاسم. ما هو بيسأل حضرتك تحت، معرفش عشان ما أكون لا أظلمه في ده، لكن رافقه يعني ما معنى رافقه؟ ويقول أنه أفتى له، أن الشيخ أفتى له بجواز زواج المتعة للشباب المغترب في الغرب. أنا لم أسمع بذلك أبدا عن الشيخ القرضاوي على كثرة ملازمتي له وعلى كثرة ولا في كتبه ولا في محاضراتي ولا في، لم أسمعه ولم أقرأ له أنه أجاز زواج المتعة. وتحديدا في صورة شاب مغترب أو كذا، أو حتى غير مغترب. رشيد عيسى حتى الزواج بنية الطلاق الشيخ حتى لا يميل إليه. الأخ لا، لم أسمع بالاسم، الله يعني حتى لا أفتئت، الله أعلم. تمام. لكن لم أسمع بالاسم من قبل. تمام يا شيخ. طيب معنا اتصال آخر. موقف من زواج المتعة نفسه الراجح رأي الجمهور الفقهاء أنه محرم. تمام.